من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مشاهدين الكرام، هذه أجمل تحية من كابينة التعليق. ستواجد معكم في التعليق على أحداث هذه المباراة، تحياتي محدثكم فارس عوام. مباراة من مباريات ديفيجن رايفلز، والكل متحمس لهذا اللقاء. فاوندرز ضد فريق كراكنز، الكل يتطلع لهذه المواجهة، أتمنى بأن تكون الإثارة. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح الكرة في المرمى، الهدف لم يتأخر كثيرا هنا، هدف مبكر لافتتاح النتيجة. يتقدم للأمام، لم يكتب لها النجاح وتحولت الخطورة. كاسكارينو تنجح في التجاوز والمرور، افتكاك ممتاز في الثمنتاش. هنا مع جابرييل جيسوس، الجماهير تطالب التسديد هنا. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. اوهو، تصدي مجنون من حارس المرمى، قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. تدخل قوي يتسبب في رمي التماس. ابداع في الكرة البينية، الدفاع يعترض الطريق. كريم بنزيما، هذه فرصة هدف، اعتراض ناجح هنا لهذه اللقطة. ماركوس ليورينتي، تدخل ناجح لاستعادة الكرة، تقدم ممتاز باتجاه المرمى. يستعيد الكرة بدون التدخل في أخطاء، والراية تعلن عن وجود تسلل هنا. كان مهم جدا انتظار التوقيت المناسب للتمرير حتى يتم الرجوع الكامل من منطقة التسلل. مراوغة ممتازة في هذه اللقطة، بانتظار كونكو. حارس المرمى ينجح في التصدي، حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منا هذه الكرة. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء، ضربة ركنية بدون خطورة والكرة بتضيع. ماجيري، راحت إلى ماجيري، دفاع قوي وتدخل افتكاك الكرة، يفقد الاستحواذ في منطقة خطيرة قريبة من المرمى، والحارس يتصدى للتسديدة. ركنية لمصلحة فاوندرز، كاسكارينو، فرصة مع كونكو، يا رب كرة في المرمى. هدف يوسع الفارق إلى هدفين الآن. استعادة ناجحة من كراكنز، ولا مع موسى ديابي، مدافع يقطع الطريق للكرة العرضية. يتحول مسارها لخارج الملعب، وحكمة اللقاء تمنح ضربة زاوية. تغيير الآن في صفوف الفريق،
تنفذها ماجري. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم وتضم للداخل في هذه اللحظات. كان بالإمكان أحسن من مكان. الكرة بتتخلص في هذه اللحظات. خطير عند نكونكو. تصدي ممتاز من دون روما. ترفعها ماجري. يا الله ضاعت الفرصة. كانت قريبة جدا. نعم وصل للكرة. شوف الضربة الرأسية لكن لم ينجح في وضع الكرة داخل الشباك. جنابري. كرة تعود مع فريق كراكنز. مضغوط عليه في هذه اللحظة.
أهلا بكم مشاهدين الأعزاء من ملعب الجوهرة مدينة الملك عبدالله الرياضية، معكم فارس عواض وهذه تحياتي لكم من كبيرة التعليق. مباراة من مباريات ديفيجن رايفلز والكل متحمس لهذا اللقاء، فاوندرز ضد دراغونز. ننتظر الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين في هذه القمة. في النهاية الحكم يحتسب الخطأ، القرار كان في البداية إتاحة الفرصة. أي هدف هذا؟ الهدف الافتتاحي سريعا ليشعل أجواء اللقاء. كريم بنزيما، الله على المرور، شوف الكرة، يا سلام على الفن في هذه اللقطة. لويس دياز، يتمكن من قطع التمريرة. التمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية تماس.
جابرييل جيسوس. تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. ويلسون مجهود مميز، لكن بكل أريحية هنا ينجح حارس المرمى في التصدي لهذه التسديدة. قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. كريم بنزيما بتروح الكرة للخصم من جانب ساديو ماني. ممتاز في التقدم في اكتساب أرض. الله التعادل يأتي، المباراة تبدأ من جديد. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. تدخل ممتاز، افتكاك للكرة. تدخل بيريح الفريق. والآن مع راشفورد. يستعيد فريق دراغونز الكرة. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. وصلت إلى ساكا في منطقة جزاء، يستعيد الكرة. كريم بنزيما تانيسكا، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. تاكلينج نظيف، يا سلام على اللقطة. تدخل سيء، ممكن يكون فيها بطاقة صفراء. لويس دياز، الله على التدخل. فرصة للتقدم على الأطراف من جانب فريق فاوندرز. فرصة التقدم هنا وفي المرمى، هدف يستعيد التقدم في النتيجة مرة أخرى. شاهد اللقطة من جديد، التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، وفرصة مثل هذه يكون من السهل تسجيلها بدون شك. بوكايو ساكا يقطع باتجاه العمق. تدخل حاسم هنا في ال 18. انطلاقة توغل من خلالها ماني على الأطراف. ماركوس راشفورد، كيفن دي بروينه، ممكن تعديل النتيجة الآن. يا الله على تدخل في منتهى الروعة لإنقاذ الموقف. كيفن دي بروينه بيلعب في منطقة الجزاء. جون ستونز، أوهو تصويبة، انظر إلى اعتراض طريق الكرة. ولا مع راشفورد، حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. أي كرة بتضيع، أي تعادل في اللقطة الماضية كان ممكن يسجل. شوف الانفراد، هذه تضيع، مستحيلة هذه اللقطة. كيفن دي بروين، راشفورد داخل ال 18، لكن الكرة لم تحقق المطلوب منها.
يستعيد الكرة بعد ضغط عالي ممتاز. فرصة قائمة الآن، حلوة الكرة، كان ممكن التعادل في اللقطة الماضية، ما كانت بعيدة اللقطة، لكن ما زالت فرصة التعادل والبحث عن التعادل مستمر. أوهو الله على اللقطة، شوف كيف عدى، شوف كيف مر في اللقطة الماضية. المساحة كبيرة جدا على طرف الملعب، إمكانية للتسديد، فنيات كبيرة في التسديد على الطاير هنا، كادت أن تكون في الشباك ومرت قريبة جدا من المرمى. تمريرة ممتازة، هل تسفر عن شيء؟ يا لحيم يا لحيم، الله على هذا الهدف، هاتريك من الكريم بنزيما، كان كريما اليوم وللريال من اسمه نصيب. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع، تدخل مثالي في توقيت مثالي يوقف كل خطورة. والصافرة الآن تعلن عن انتهاء شوط المباراة الأول. نعود هنا مع انطلاقة مجريات شوط المباراة الثاني بعد معاناة في الشوط الأول. يأمل الدراغونز بأن تتغير الوضعية للأفضل في هذا الشوط. أوهو يتخلص من الرقابة، ألفاريز بلوك رائع هنا، بعيدة جدا كانت، وكان واضح أنه لم يتمكن من الكرة بشكل جيد. ضربة الرأس تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى عيون مفتوحة. تنتقل السيطرة للمنافس، استخلاص للكرة في مكان خطير. أوهو لقطة لا تنسى لحارس المرمى، كرة بتتحول إلى ضربة. ضربة مرمى، لويس دياز
اندفاع هجومي من جانب فريق دراغونز. دي برويل، الحارس يتألق ويبعدها. الكرة في الهجوم بعد ضغط متقدم وتدخل رائع. حارس المرمى يبعدها عن مرماه. الضغط العالي ينجح، قد تصبح فرصة خطيرة. تصدي لم يبعد الخطورة بشكل كامل. خارج الملعب، ضربة ركنية. يرفعها في وسط 18. هنا يظهر الحارس ويتصدى. ركنية جديدة الآن. بعد الضغط العالي لابد من الاستفادة من استعادة الكرة. فرصة لكرة مرتدة سريعة. بدت فرصة جيدة لكن الكرة تحولت للخصم. مرت ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف الساعة الأخيرة. تدخل ناجح لقطع الكرة. بنزيما، تصدي مثالي. ركنية باتجاه المنطقة. الرأسية ممتازة، كانت قريبة جدا هذه الفرصة. لويس دياز الآن عند رودري. بكل بسالة وبكل شجاعة يحترض الطريق. كرة لتقليص النتيجة. مستحيل، كرة في المرمى تعيد الأمل وتحيي الأمال وتشعل المباراة من جديد. ساكا والآن مع هالاند. عرضية ممتازة إلى الخلف. الله على روعة التدخل في هذه اللقطة. قد نشاهد هجمة مرتدة خطيرة الآن. كانت تبدو هجمة واحدة لكنها لم تحقق المراد. عشرين دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. كيفن دي بروين، برافو حارس المرمى، شوف الفدائية في الكرات الماضية. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. تشاوميني، راحت الكرة من جانب فريق فاوندرز. كرة بتتخلص وتبعد بمبدأ الأمان. هذه فرصة خطيرة يجب أن تستغل. مستحيل هذا الهدف. هدف يأتي ليعزز التقدم بفارق الهدفين. رباعية مقابل هدفين، الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. الحارس يتصدى بكل هدوء لهذه الكرة. رافائيل فاران، اعتراض ناجح لطريق الكرة. تسديدة رائعة. يا رب، أي هدف خرافي، أي تسديدة، أي روعة في هذه الكرة. لحظات أخيرة نشاهدها. النتيجة من الصعب بل من المستحيل أن تتغير في هذا التوقيت. رمية تماس. بوكايو ساكا. يلعب
يلعبها للخلف بعد عرضية ممتازة. هدف للجمهور، هدف لتقليص الفارق. العودة ما زالت بعيدة، الفارق كبير في المباراة، يحاولون حتى النهاية لتسجيل وتقليص الفارق أكثر. الحكم يعطيهم إتاحة الفرصة هنا بعدي وبمر بالكرة. أوهو، فرصة خطيرة جدا، لكن أليسون موجود هنا في المرمى، يتألق هنا في المرمى، يتصدى. يصل الكرة ويبعدها في هذه اللقطة. جابريل جيسوس، تدخل ممتاز لاستعادة الكرة. لويس دياز، محاولة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. هل سيكتفي الحكم بالإنذار الشفوي في اللقطة الماضية أم سيخرج البطاقة؟ الحكم يعلنها بوضوح بأنه غير راضي عن تصرف اللاعب، وبالتالي يوجه له كرت أصفر. تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمية التماس. كريم بنزيما، تنطلق الصافرة الآن معلنة عن فوز أصحاب الأرض، فوز مستحق، الفريق عرف كيف يسيطر على مباراة ممتازة كانت من جانب كريم بنزيما، قدم فيها كريم كل شيء ممكن تقريبا. أداء استثنائي، تسجيل هذا العدد من الأهداف ليس بالأمر السهل أبداً.